رسالة منك لحد حبيبك قوي ما بيسألش، غايب بقاله فترة رغم ان هو ليه مكانة كبيرة قوي في قلب الفنانة عايدة فهمي. بصي، هو انا الحقيقة انا متواصلة مع كل الناس اللي انا اعرفها. اقولك على حاجة، يعني انا احيانا ليا اصدقاء قدام جدا جدا وعشره طويله وداخلين بيوت بعض، ما بقاش عندي، بقى لي سنين ما بقاش ده موجود، لكن انا كل فتره بسال، انا كل فتره بالسؤال. اما السوشيال ميديا بتورينا بعض باستمرار، لما بلاقي حد غايب عن السوشيال ميديا بروح رافعه التليفون على طول اسال عليه، انت فين؟ لا ده اصلي في مشكله، طمنت خلاص عليك. فانا بعمل المبادره دي دايما، وده بالاضافه لاهلي طبعا. اهلي اسكندرانيه وعايشين في اسكندريه، وانا رايحه جايه عليهم، يعني انا ما بسيبهمش خالص، يعني انا رايحه جايه عليهم، يعني فما عنديش حد انا مش متواصله معاه. وفات الاخ بيوجع قوي قوي. لا ده كمان بالنسبه لي الاب مش الاخ. سامي فهمي كان ابويا مش اخويا، ولسه عدى عليه سنه من ايام، يعني سامي فهمي قعد في امريكا حوالي 45 سنه وانا قاعده في القاهره، لكن ما فيش يوم انفصلنا عن بعض، احنا كنا على اتصال دائم. كنت نقله له مصر هناك وهو نقل لي امريكا هنا، وكنت رايحه جايه عليه على فكره يعني. اتعلمت منه، كان هو القدوه بالنسبه لي، هو اللي دخلني المعهد، خدني من اسكندريه، يعني أقنع أمي، إن هو خريج قبلية بسنين، هو دفعة قبلية بكتير، دفعة الأستاذ محمد صبحي، دفعة يونس شلبي الله يرحمه، الدفعات الأقدم يعني. فمجرد ما أنا خلصت ثانوية عامة فصمم إنه أنا كنت شاطرة في المسرح المدرسي ونشطة جدا وبتاع، قال لا لازم هتيجي تدرس، مش هسيب الموهبة دي كده تعدي كده يعني. وخدني وقعدني ودخلني المعهد، ونجحت الحمد لله من اول سنه وتمام، وقعدني معاه شويه، وبعدين هو هاجر راح امريكا، فبدات اشق طريقي لوحدي، لكن هو كان متابعني جدا جدا. بتشوفي تجربه مسرح مصر ازاي؟ بما انك قريبه قوي وفي دمك المسرح، بتشوفيها ازاي؟ تجربه خفيفه، شباب لطيف، ما اقدرش اقول عليه مسرح بالمعنى المسرحي، لكن هم لطاف يعني، انا شخصيا بتفرج عليهم بقعد اضحك الحقيقه يعني، لكن هي حاجه خفيفه، مش يعني اي مش المسرح بالمعنى اللي انت تربيتي فيه وعشتي فيه وامتهنتيه. لا طبعا، لكن هم لطاف ودمهم شربات.